وردوا يوتيوب كيف الحال ايش مسوين. شكر خاص لكل شخص علق، لكل شخص عمل لايك، لكل شخص عمل ديسلايك، لكل شخص بس عدى عن القناة هذه. زي ما شايفين القناة وصلت 1K. I know it's not a big deal، لكن for me it is صراحة، لأنه I'm a hip hop head. يعني القناة هذه كانت عشان أشارككم معي يعني الاكسبيرينس هذا، إني أروح أخش وأشوف ساحات مختلفة، وصراحة الساحة المصرية يعني I didn't see that coming أبدا. يعني شايف ساحة فيها تنوع، يعني عندها كل ألوان الهيب هوب في الساحة المصرية، و I'm enjoying it صراحة، and I'm learning a lot from you guys. يعني ملاحظ انه يوم اقرا التعليقات قاعد اشوف انه مثلا يو نسيت البار هذا، البار هذا معناته كذا، لا لا هو قصده كذا مش قصده كذا. ف I like this interaction صراحة. و again يعني السين المصري السين متنوع، مواهب صاعدة، في OGs، في ناس قدام. anyways اليوم رجعنا لأرسينيك 73. يعني من يوم ما سويت أغنيته تبع That Thing، في ناس كثار يعني قالوا يو you need to check 73، you need to check 74، you need to check أساسيات. كم شخص كمان قال دراما. anyways أرسينيك 73، let's get it. اسم الأغنية 73 وفي علم مصر، ما أدري هل هو شيء له دخل في تاريخ مهم بالنسبة للمصريين. 73 هذه تقريبا تبع الحرب مع الاحتلال، تقريبا 67 و 73 I think 73 I'm just guessing. الأغنية لسه 17 ثانية وحتى ما نطق بشيء، ف let's go، خلنا نتسرع. لكن بيت ليلة أنا حلو. مساءك خرا اللي عدت بسكتي شيل مهنتي تقيل صغير سن في دايرتي كبير سجارتي بفرتها ابيض من فرو اليتي بيز بسحب منها وبنفخ دخان اسود من نيتي ليك داديز هوم لحالي في كون والباقي في كوم من لحظة مني في ريب دفنوا قبل ميلادي بيوم لاجل الفيتشر فكرني مين ادى تاني كول كاني سمعت اللحظة لمبة قال انه داني دو مخك هيجيبك للنهية مش شك ما كنتش اعرف ان انك شتي كافية للقتل جديد تحركاتك في الراب ماشية بالنغز محدش مهتم ما جيبهاش فيك عافية يا بغل عندي خط حدود تعدي تتحدق ده اسمه هوت لاين حشو السطور ده مش بانش لاينز دي ستوف دراينز ارجعك تكتئب تفتكر التوب لاين حشو السطور ده مش بانش لاينز دي ستوف دراينز ارجعك تكتئب تفتكر التوف تايمز ينكش تلاتة في تراك بيسنف السبوت لايت. تقريبا كلمة نكش هي نفسها نغزة، مثلا في السعودية يسموا مثلا انا اتكلم عن شخص من دون ما اجيب سيرته تسموها نكشة، بدل ما تقولوا ينغز تقولوا ينكش. ف تفتكر التوف تايمز ينكش تلاتة في تراك بيسنف السبوت لايت يا دوب هزك مش بقسيك بالرغم انك بين سناني يوم ما جز انت قتيل don't need people like you شكلك عجزت وده تخيف you need people like نور لجلي ما تحس انك كبير لو شوقك تتركب عندي طلب ده تلاقيه طريق نهايتك طويل وانا المختصر المفيد مدعيين الصلابة وانتو المرة بينكو سيد هخليكو تراب ورجعكم الخرى اللي انتو فيه يعني قاد الواد بيحب يا تراب يا تموت طب ما الشباب جابوه في حفلة ميلاد دي الكرو يومها يا تراب يا تموت. هذا تقريبا برنامج تبع راب باتل، شفت كم حلقه من ناس ما حصل سمعت لهم صراحه. انيويز المره بينكو سيد هخليكو تراب ورجعكم الخرى اللي انتو فيه يعني قال الواد بيحب يا تراب يا تموت طب ما الشباب جابوه في حفله ميلاد دي الكرو يومها تسوحوا بسببه بحجه انه كان مشغول جاي دلوقتي يذكرهم في تراك علشان يحيوه مش هيشفعوا لك قدام انا كيان محفوظ يطلبوني بيلاقوني وقت الافعال موجود شغل جر واستعطاء في الكلام مهروس زي ما ذكر 6-9 لما الفانز هنو زي ديد اي لعبك وبودو حل ذكر 6-9 عال موجود شغل جر واستعطاء في الكلام مهروس زي ما ذكر 6-9 لما الفانز هنو اي لعبك وبودو حللت كلامك نصه لا لي معنى ولا وجود اللي بيمتحن صبري بجيب له لعنة بالرسوب مفيش شفقة لو وجودي تعبك يبقى تموت. أرسيني كلماته واضحة، يعني هو he's making sure that you guys understand what I'm talking about. fire صبري بجيب له لعنة بالرسوب مفيش شفقة لو وجودي تعبك يبقى تموت شوف مش هتسعنا بالنفروق بعلى بفضل الله وبشغلي ومن بعدها الجمهور سنك واحد بطول ومحتاجش مساعدة في الوصول اسمي مالي كريدتس الأغنية يعمل لو بتشوف
زي البخت الاسود طلع لو ينهي الا عملته في 500 هعمل ضعفه ب 50 انت شبعت بعد اسبوع ركز انت ضعت وبتعيد نفس الجمل كانك الوحيد اللي سعره بيزيد هتحتاج تعمل رقع من التخريم وساخة بسيطة الإزالة بقع في غسيل أولد سكول إيه اللي من غيركو يقع يا سائل وانت على بعد فهمتو ثانية وتقع من عالبيت أنا مراية في وشك أقلب عليك شعاعك لو نورك قوي هنصلي عليك ركعتين جماعة فين بداعك كسرت ظهرك ولويت دراعك ده كتب في ساعتين وأنا قمت بالاتنين في ساعة بتوقيتك بعد نص الليل بساعة رميك من البيت ده بالعدة كلمة مين؟ تخيلوا إحساس الشخص الموجه لي الأغنية هذه بتوقيتك بعد نص الليل بساعة رميك من البيت ده بالعدة بعد ما تكون لميت متاعك موت الغفلة هيبقى معنا لوجو الإكسين بتاعك أجيب لك لقاء مع عزرائيل كأنك ضيف إذاعة أبي يوسف؟ أجيب لك لقاء مع عزرائيل It sounds like a diss song قاعد يتكلم عن الإنسان هذا كأنه إنسان كبير أو عجوز بعدين جاب سيرة عزرائيل I'm just guessing إنه الأغنية هذه لأبي يوسف وسمعت احد كان يقول انه ارسينيك نزل دس على ابي يوسف بتوقيتك بعد نص الليل بساعة رميك من البيت ده بالعدة بعد ما تكون لميت متاعك موت الغفلة هيبقى معنا لوجو الاكسين بتاعك اجيب لك لقاء مع عزرائيل كأنك ضيف اذاعة مح انك مشاعر الرعب في البورز دقات قلبك بحسها من بعد امطار سنك بينتشر كاكثف نوع من الامطار قصص قبل النوم اللي بتسبب ذعر للاطفال انا ما كان ناعم يضحك بس بيه ما تأثرناش فخليك طويل الاجل يسطى بليز ما تعرضهاش شغل هم منك شخصيا لو بيف ما تأخرناش اقعد على حجري غيري مش فاضي ما تعطلناش اظن لو الاغنية هذه اول اغنية سمعت لارسينيك رأيي كان بيتغير صراحة يعني I prefer this song than أغنية الشيء صراحة بس يعني قولوا لي عن مين قاعد يتكلم هل كلامي صح انه ممكن قاعد يتكلم عن أبي يوسف كان في كم بانش لاين كذا رماه يا زي ما قلنا تكلم عن الشخص هذا هانا بعمره هانا بناسا جاب سيرة إسرائيل أظن يبغالي أسمع الأغنية هذه أكثر مرة عشان أفهم المعنى باين انه 74 تكمل ال 73 I'm not sure لو تنصحوني اسوي اغنية 74 وروني تحت في الكومنتس ويا لو عجبكم المحتوى تبع القناة هذه لا تنسى تشترك تعمل لايك show some love فعل زر الجرس كان معكم موديلا